شاء الله تعالى يوم الجمعة يوم 23 بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى هنطلع بمسيرة من عمر مكرم نصرة للشيخ أبو يحيى والبشمهندس خالد حربي، وإنه الناس ديت لها علينا حق. الناس دي ياما يعني دفعت عن الإسلام ودفعت عن المسلمين ودفعت عن المسلمات الجدد، وبالتالي فهم لنا هم ليهم علينا حق كبير جدا، واحنا لازم نقف بجانبهم. اللي حصل في ملف قضية امبابة هو تكريس للنظام السابق وتقفيل الملفات اللي كان بيتم وتقديمها بأي ضحايا بأي أسماء بأي أرقام بأي أعمار بأي وظائف زي ما تم مع الشيخ أبو يحيى وخالد حربي. وبالتالي فاحنا عملنا وساطات كتيرة وكلمنا ناس كتيرة في الجيش وفي غير الجيش، وللأسف لا يوجد أي اعتبار لأي قيم الحق والعدالة وحتى يعني أبجديات أي قضية قانونية. وبالتالي فاحنا إن شاء الله تعالى ندعو كل الناس إنها تقف بجانبنا علشان نقوم بهذه المسيرة لعلها تصل إلى أذان الممسكين بهذا البلد أن عصر الظلم وعصر الظلمات قد انتهى، وإنه يجب أن يحكم العدل والقانون في هذا البلد. إن شاء الله مستنيينكم، وأنا شايف إنه أي حد بيسمع الفيديو دوت لازم يجي إن شاء الله تعالى معنا، واجب عليه إنه هو يجي حتى نفعل قضية الإخوة المتهمين في قضية امبابة وعلى رأسهم أستاذ خالد حربي والشيخ أبو يحيى.